المنتخب الوطني التونسي متجه الآن إلى جنوب إفريقيا، تحديدا إلى جوهانسبورغ، وين باش يلعب على حد القادم مباراة الجولة الرابعة تصفيات مونديال 2026، مواجهة على حد القادم ضد المنتخب الناميبي، مباراة تنطلق 5 متاع العشية بتوقيت تونس. اليوم وفد منتخبنا سافر إلى جنوب أفريقيا اليوم الصباح على متن طائرة خاصة، ونذكر في ما يتعلق بالحالة الصحية للاعبين، عيسى العيدوني رغم الإصابة موجود مع وفد المنتخب الوطني التونسي المتجه إلى جنوب أفريقيا. عيسى العيدوني اللي تعرض البارح للإصابة في مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام غينيا الاستوائية، وبالتالي سيغيب على مواجهة ناميبيا. ملاعب آخر باش يغيب على مواجهة الجولة القادمة، المباراة القادمة ضد المنتخب الناميبي، سيف الطيف بدوره تعرض لإصابة أجبرته على عدم السفر مع وفد المنتخب الوطني التونسي إلى جنوب أفريقيا. ونذكر منتخبنا كان فاز البارح على غينيا الاستوائية هدف دون مقابل، مباراة ملعب رادس، مباراة الجولة الثالثة ضمن تصفيات المونديال لحساب المجموعة الثامنة، هدف دون مقابل، هدف من ضربة جزاء عن طريق محمد علي بن رمضان. اليوم في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي المجموعة الثامنة، منتخب مالاوي فاز على ساو تومي وبرانسيب 3-0، ونذكر البارح في نفس المجموعة منتخب ناميبيا تعادل مع ليبيريا هدف مقابل هدف. الترتيب بعد الجولة الثالثة وقبل الجولة الرابعة، صدارة المنتخب الوطني التونسي 9 نقاط، المرتبة الثانية لناميبيا 7 نقاط، المرتبة الثالثة لمالاوي 6 نقاط، المرتبة الرابعة لليبيريا 4 نقاط، المرتبة الخامسة لكل من غينيا الاستوائية وساو تومي بصفر من النقاط. دائما مع تصفيات مونديال 2026 المنطقة الإفريقية عن القارة السمراء، الخمسة متاع العشية انطلقت مباراة المجموعة الخامسة بين الكونغو والنيجر، أو مباراة هذه لم تنطلق، تم تأجيلها. بقية المواجهات أثيوبيا غينيا بيساو، مجموعة الأولى التعادل دون أهداف في الفترة الأولى، وثمانية متاع الليل المنتخب المصري يواجه منتخب بوركينا فاسو. المجموعة الرابعة، منتخب عربي خاض الفترة الأولى، أنهى الشوط الأول متقدم أمام جزر الموريس 2-1. نحكي على المنتخب الليبي. في المجموعة الثانية مواجهة عربية بين موريتانيا والسودان، نهاية الفترة الأولى بتقدم المنتخب السوداني بثنائية نظيفة أمام موريتانيا، وثمانية متاع الليل في نفس المجموعة الثانية المنتخب السنغالي يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية. المجموعة السابعة الليلة 8 متاع الليل المنتخب الجزائري يواجه المنتخب الغيني، المجموعة الثالثة 8 البنين في مواجهة مع المنتخب الرواندي، وفي المجموعة التاسعة الليلة 8 متاع الليل المنتخب المالي يواجه المنتخب الغاني.